احنا وقفنا ان احنا كنا بنكرييت الكويري ديبند اون التيبل، وقلنا ان هو ممكن يسالك ايه انك تعمل له سام لفيلد معين او افريج او مينيمم او ماكسيمم. في الحاله دي بنخش بنختار له سامري، ما طلبش دي يبقى احنا هنشتغل على الديتيلز ونكست. خلاص مثلا طلب الكويري نسمي الكويري باسم معين ولا سابوه لنا احنا نختاره؟ نشوف كده. تيبل كويري زي ما هو، وبعد كده خلاص هنخش نعمل موديفاي للكويري ونشتغل على الكويري. خلاص موديفاي كويري فينش، فتح لي الكويري اهي، تيبل بقى عندي هنا فوق التيبل اهو، والكويري وفي التيبل كايتس كويري وفي كل الفيلدز نازله قدامي. طيب طلب مني ايه بقى؟ طلب مني ان انا اعمل ايه بقى بخصوص الكويري دي؟ نرجع للكتاب بتاعنا. ماشي، البروبلم بيقول لك produce a report which، طبعا بص هو السؤال بيقول لك ايه produce a report، هو رميك في حته ثانيه خالص. ماشي، رميك في حته ثانيه خالص، تقوم انت داخل عامل الريبورت وتبص تلاقي نفسك ماشي مش عارف تجيب له الحته بتاعت الاوردر دي، ما انتش لاقيها، ما انتش لاقي الاوردر، هو بيضحك عليك. خلاص، فلازم تخش الاول او نخش الاول، كلنا عارفين بقى التركايه دي تركايه البيبر 2. ماشي، انك لازم لو قال لك برودوس ريبورت يبقى قبل الريبورت في كويري هتتعمل. الكويري دي هتبقى ايه؟ contain a new field called order ماشي which is calculated at runtime. بص اول لما يقول لك which is calculated is at runtime، دي ايه اللي ياكد لك، اللي ياكد لك انك لازم تعمل كويري، عشان الكويري هي اللي بتعمل كالكوليشن اول لما تدوس على زرار الرن. يبقى هنا الفيلد اللي اسمه اوردر دوت ما كانش موجود عندنا في التيبل، هيظهر اول لما نعمل رن. هيعمل ايه بقى؟ هيقوم عامل ملتيبلاي للفيلد بتاع البرايس يضربه في 3، ملتيبلاي للفيلد بتاع البرايس يضربه في 3. ده كان تاني طلب يطلبه. اول طلب هيعمل ايه؟ سيرش the information where number is less than 2 and the stock item is yes. هو عايز النمبرز اللي تطلع لي في الداتابيز تبقى is less than 2 والستوك ايتم is yes. حتى الان لو جينا عملنا run بالمنظر دوت من غير ما نضيف اي حاجه للسيرش بتاعنا او للكويري بتاعتنا، هتتزل لنا زي ما هي في التيبل بالظبط. هتلاقي في حاجات فيها النمبر 3 و1، هو عايز less than 2 يعني حتى 2 ما تظهرش، less than 2 والستوك ايتم از يس، يعني كل النول اللي قدامي ده يختفي، كل النول اللي قدامي ده يختفي. طيب يبقى ساعتها هخش على الديزاين فيو واقول له عايز الستوك ايتمز از يس، هم جاي هنا في الكرايتيريا، شايفين كلمة كرايتيريا دي؟ كرايتيريا، وهم قايل له ايه؟ عايزين الياس بس. وطبعا عشان يظهرها لك طبعا لو مشيت هيبقى حاططها بتوين ايه؟ كوتيشنز، احنا لازم نحطها له كده. يس. ماشي؟ والنمبرز ماشي؟ less than ايه؟ 2. الأرقام اللي أصغر من 2، less than 2، يعني ايه؟ اصغر من 2، number is less than 2، صح كده، stock item is yes. خلاص نحطها له في الايه؟ في الكرايتيريا، نيجي على الكرايتيريا ونقوم جايين حاطين الايه؟ الكلام دوت، وبعد كده نشوف المطلوب الثاني، نعمل ايه؟ الاوردر، الفيلد اللي اسمه اوردر اللي هو مش موجود عندنا اصلا، وهيعمل multiply للفيلد اللي اسمه برايس ويضربه في 3، multiplication by 3. طيب هنيجي هنا هنقول له في فيلد جديد اسمه اوردر، الفيلد الجديد اسمه اوردر. الاوردر ده مش موجود عندي في التيبل ده، انا بخلقه في الكويري. طيب احط نقطتين فوق بعض عشان ابتدي احط له المعادله. هيعمل ايه بقى؟ هيعمل، هنستدعي الفيلد اللي اسمه برايس، وطالما انا بقول له انا هستدعي الفيلد اللي اسمه برايس يبقى لازم اكتبه بالايه؟ بالكوتيشن المربعه بتاعته عشان اقول له ان ده فيلد.
مش كلمة كده وخلاص، ده فيلد يبقى لازم احط له الايه البراكتس المربعه، البراكتس المربعه واكتبه بالظبط، اكتب اسمه بالظبط كابيتال كابيتال والسمول سمول ماشي، واقفل الايه البراكتس الايه المربعه خلاص ملتيبلاي 3. يبقى هو كده هقول له، وطبعا هعمل له شو شو هنا ماشي. في ناس تانية بيقول لك مثلا ايه، اعمل رايت كليك خلاص واختار البيلت واختار من هنا. طبعا في الاخر انت ايه هتكتب كلمة اوردر وهتختار له الفيلد اللي اسمه برايس. كل ما في الموضوع ان انت هتقوم جاي كاتب كلمة اوردر وهتقوم جاي هنا كاتب له البرايس، عامل دبل كليك للبرايس خلاص والمالتيبلاي باي 3. والطريقه دي لعلمك بتغلط، فانا دايما بحب ان انا ايه اعمل السيناتكس بتاعتي صح واقول له اوكي. هي 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 ماشي، واعمل لها شو من هنا خلاص. ودي مش تبع اي تيبل، دي هتظهر في الكويري، انما دي مش موجوده في اي تيبل، باقي الفيلدز دي كلها مكتوب التيبل بتاعها اهو لو انت واخد بالك، انما دي مش تبع اي تيبل، دي هتظهر في الران تايم. طيب تعالوا بقى نعمل سيف للكلام اللي احنا قلناه ده، وايه الران تايم ان انا هعمل لها ايه ران ماشي. مش ماتش كرايتيريا، طيب في حاجه يس توك ايتمز يس ران بس. بص بقى ظهر لي الستوك ايتمز، كل الستوك ايتمز اللي هم يس ولغى النو تماما ماشي، وجاب لي الارقام اللي هي less than 2 زي ما هو كان عايز النمبرز، نمبر less than 2 اهو 0 1 مفيش بقى ولا 2 ولا 3 خلاص ما بقتش ظاهره، والستوك ايتم از يس، كل النو باي باي مش ظاهر. والبرايس طلع لي هنا في اوردر فيلد اهو ما كانش موجود قبل كده في التيبل، طلع لي الاوردر فيلد ده عمل لي ملتيبليكيشن للبرايس في 3 باي 3 ملتيبلايد باي 3. بص هنا الرقم اللي هنا هتلاقيه طالع هنا ملتيبلاي باي 3. يبقى احنا كده حققنا الكويري اللي هو عايزها، وظهرنا الاوردر فيلد اللي ما كانش موجود في التيبل، لان انت لو عملت الريبورت ديبند اون التيبل والناس كلها بتغلط في الحته دي يا نهار ابيض، وتبص تلاقي الايه السؤال وقف معاك، انا مش لاقي الايه الفيلد اللي اسمه اوردر، هو الفيلد ده فين؟ ما حضرتك كنت لازم تكريت كويري قبل منها وتعمل تخلق انت الفيلد ده بنفسك عشان بعد كده تعمل الريبورت ديبند اون الكويري وليس اون التيبل. depend يبقى بعد كده هنخش نعمل الريبورت depend on الايه الكويري. يبقى احنا كده عملنا التيبل عملنا له امبورت ودخلنا عملنا الكويري، هنخش الخطوه الثالثه نعمل الايه الريبورت. يبقى احنا كده نفذنا اللي هو طالبه مننا، وادي السيناتكس اهي بيقول لك الاوردر فيلد اللي هو الجديد اللي انت بتنشئه، وده الفيلد اللي انت عايز تندهله، عايز تعمل له بقى ملتيبلاي باي 3، عايز تعمل له ديفيجن، عايز تعمل له برسنتج تضربه في برسنتج، واخد بالك؟ في على حسب بقى ما هو طالب منك يعني خلاص. هو بيقول لك ايه انت ممكن تعمل له ايه ملتيبلاي ديفيجن سبستراكشن اديشن اوكي. بعد كده ايه طلع عندنا الايه اللي احنا اللي هو كان طالبه الاوردر الفيلد الجديد. currency set as currency with two decimal places، يبقى الاوردر فيلد يبقى currency with two decimal places، هو فعلا currency خلاص، بس احنا عايزينه يبقى ايه two decimal places، هو برضو two decimal places ماشي. عايزين بقى ايه نبروديوس الريبورت ده، create خلاص report wizard.
هيبقى depend on ايه المرة دي بقى؟ مش depend on التيبل. المرة دي هيبقى depend on query عشان query فيها الاوردر ده. ده مش موجود في ده. ده مش موجود في التيبل. موجود في الكويري. خلاص؟ هنختار الكويري فيلز كلها ونعمل next. خلاص؟ طالب نعمل sorting على حاجة مثلا على make او اي حاجة في الريبورت. ماشي احنا كل ده هنا بيقول لك بقى ايه في سيناتكس تاني وسيمبلز تاني ممكن تختارها لما اقول لك less than two. انا عملتها ايه اهو عملنا دي في الكرايتيريا لو نفتكر. خلاص بيقول لك في بقى ايه اوامر تانية ممكن تجي لك يقول لك more than or equal less than between النمبرز كذا وكذا. الكلام ده مكتوب عندكم في الكتاب وببصوا عليه. خلاص بعد كده دخل عمل الريبورت ويزرد وبعدين اخترنا الريبورت بما فيه الاوردر. هو طالب ascending order او sorting data into ascending order of make. طالبها فعلا sort. طالب sorting by ascending order of make. يبقى طالب الascending order بتاع مين؟ make. طيب هل طلب ascending order بتاع حد تاني؟ لا الميك بس. وبعد كده طالبها تبقى tabular ولاندسكيب ونسميها kites order report. next landscape طالبها landscape وtabular. next ماشي طالب نسميها ايه table kites order report. kites order report. اوكي بعد كده نعمل ايه ريفيو للريبورت. نعمل فينيش. نبتدي نبص بقى على الريبورت بتاعنا. طبعا انا ايه هعمل كلوز البريفيو ده وهاجي هنا هختار اللاي اوت فيو. طبعا في ناس تقول لك خش من الديزاين فيو وظبط. الموضوع ده بياخد وقت طويل جدا. اللاي اوت فيو بتظبط وانت في نفس الوقت شايف الفيلدز قدامك فدي اسرع. خلاص فانت بتيجي هنا في الميك تقف وتبتدي تظبط مثلا ايه الايه الفيلدز بتاعت الميك وتصغر كده عشان ايه توسع الداتا لنفسك. والداتا المختفيه بس هي اللي ايه تظهرها. مش عايزين اي داتا تبقى مستخبيه عشان خاطر ايه ما ينقصكش في الموضوع ده اي ديجريز ما تنقص. خلاص هنا برضو نسحب السايز ده كده. اوكي البرايس ماشي. دي ظاهرة الويند كونديشن ممكن نقربها شوية عشان بعد كده نوسع لنفسنا اللي في الآخر. دي برضو ممكن نقربها كده. بتقعد تظبط في الفيلدز. انا دايما بحب اظبط من ايه من اللاي اوت فيو عشان ابقى شايف انا بعمل ايه. يبقى الحاجه قدامي واضحه ما ايه ما تبقاش مختفيه. شايفين كلمه نمبر بقى دي من اول هنا بقى الحاجات اللي ايه اللي مستخبيه عايز اظهرها اهي ظهرت اهي نمبر. ابتدي اعمل كده مثلا اسحب كلمه نمبر دي زياده كده لجوه عشان ستوك ايتمز دي عايزها تبان. لازم تبقى ظاهره كامله. ستوك ايتم از يس. اجيب يس كده ماشي. الاوردر يبقى باين هو كمان
مش عايز اخش على صفحة جديدة كده اهو. واخدين بالنا؟ طبعا ما تنسوش حضراتكم اي printed paper فيها اسم سعادتك بالكامل، خلاص بقى ما بقاش فيه candidate number. تحط لي اسمك بالكامل as registered اللي هو اللي انت عايزه يطلع في الشهاده بتاعتك او في الريبورت بتاعك، تحطه بالظبط زي ما هو، ما تكتبليش اسم مختصر لو سمحت بليز. حط اسمك زي ما هو متسجل عند كامبريدج، حط اسمك بعيدها تاني زي ما هو متسجل عند كامبريدج. طيب كده احنا ظبطنا شكل الريبورت بتاعنا. نشوف بقى كان طالب مننا ايه. طبعا احنا بنحط فين ال بنحط فين ال ال الاسم بتاعنا، يا اما في الريبورت هيدر يا اما في الريبورت فوتر، الديبند خلاص. سوري، في البيج هيدر او في البيج فوتر، بس هو دايما هيبقى في البيج فوتر في الحته دي. طب الريبورت فوتر بنحط فيه ايه عشان بس ما تتلخبطش؟ احنا بنوسع ريبورت فوتر ده ما يبقاش باين لنا، بيبقى مقفول كده الديفولت ان هو بيبقى مقفول، بوسعه كده عشان هحط فيه الفورمولا اللي هو طالبها مني، لان هو طالب مني هنا ان انا اجمع له كل البرايس بتاع الاوردر واطلعه له، اطلع له السام اوف اوردر واطلعه له في نهايه الريبورت. الريبورت فوتر معناها نهايه الريبورت، يعني الريبورت بتاعك ده لو 20 صفحه ماشي، يبقى في اخر الصفحه رقم 20، في اخر الصفحه رقم 20 يطلع لك اللي هيتكتب في الحته دي. انما البيج فوتر ده في كل صفحه من الريبورت، في كل صفحه من الريبورت ماشي يا شباب. يبقى هنا هيجي يقول لك عايز تطلع لي في الريبورت فوتر. طبعا احنا خلاص ظبطنا الكلام اللي كان مختفي دوت وطالع على شكل هاشز والكلام ده، ظبطنا الريبورت بتاعنا خلاص. هيجي يقول لك ايه بقى، وسع بقى الريبورت فوتر ده عشان هتحط لي اللي هو الليبل ده عشان تحط جواه الايه السام اوف اوردر زي ما احنا ايه شايفين هنا كده. هتيجي هنا نروح هنا وهتقوم قايل له انا هاخد دوت احطه تحت الاوردر، اظبطه تحت الاوردر، تحت الكولن بتاع الاوردر ماشي. وبعدين هنشوف هنسميه ايه. هنا طبعا ده الاسم بتاعه، وهنا الايه الايكويشن. طبعا قلنا اي ايكويشن بنبتدي بايه، ايكوال. طيب هو عايز equal وعايز يعمل السم مجموع الكولن بتاع الاوردر سم. يبقى اول لما اقول فيلد يبقى البراكت المربع، اول لما اقول فيلد يبقى البراكت المربع على طول. يبقى انا عايز اجمع الفيلد بتاع الاوردر، الفيلد اللي اسمه اوردر خلاص، واقوم قافل كده. انا طلبت ايه الفيلد اللي اسمه اوردر، واقوم قافل البراكت بتاع المعادله بتاعتي كده. هيقوم مجمع لي كل النمبرز اللي في الفيلد بتاعه الاوردر ويطلع لي السم بتاعها تحت. طيب طالب مني بقى ان انا اسمي ده ايه بقى، طالب مني ان انا اسمي ده ايه. طبعا هو ايه قايل لك ان هي تبقى كرنسي، العمله تبقى كرنسي، هوري لك ازاي. وتبقى ايه زيرو ديسيمال بليسز، هطلعها لك. طالب ان انا اسميه total order value، طالب ان انا اسميه total order value. جايين هنا نمسح دي ونسميه total order value، total order value. طبعا ونوسعها عشان ما تبقاش ايه collapsed، ما تبقاش راكبة على بعضيها، وتبقى الايه الكتابة ظاهرة وواضحة كده اهو خلاص. وحضرتك هتيجي هنا وتمسح وتيجي لي بقى في البيج فوتر زي ما اتفقنا، هتاخد دي المره دي اللي هي الليبل، مش دي اسمها تكست بوكس اللي احنا بنحط فيها الفورمولا
لا مش هناخد التكست بوكس خدناها عشان نحط فيها الفورمولا، انما عايزين بقى ناخد الليبل وننزل هنا في البيج فوتر مطرح ما يقول لك حطها لي مثلا على الشمال على اليمين في النص، وتقوم كاتب اسم سعادتك your name your exact name ماشي، والمفروض انه كان زمان اللي هو الايه الكانديديت نمبر طبعا ما فيش دلوقت، والايه والسنتر والسنتر نمبر، يبقى حضرتك هتكتب لي بدل السنتر نمبر اسم المدرسه، يبقى your name والسكول والسكول نيم مهارات سوبر جلوبال ماشي، هتكتب لي اسمك بالكامل as registered، وهتكتب لي السكول نيم اللي هي مهارات سوبر جلوبال لان انت مش هتروح تمتحن في سنتر خلاص ماشي، الموك اكزام بتاعك مهارات سوبر جلوبال عشان دي يبقى معروف ان انت تبع المدرسه دي. اوكي يا شباب، طيب عملنا كده اللي هو مطلوب في الاوردر، وخلي بالك ان هو بيقول لك هنا ممكن مش بس يطلب منك السام ده، ممكن يطلب منك افريج، ممكن يطلب منك مينيمم ماكسيمم، اهو ادي لك انا هنا نوت اهو ان يور اكزام، ممكن يطلب ايه سام كاونت افريج ماكسيمم مينيمم، نفس السيناتكس نفس السيناتكس، راجعوا عليها نفس السيناتكس خلاص. طيب وهنخش بعد كده على البروبرتي شيت بتاعت الفيلد دوت، ونبتدي نظبطها انها تبقى كرنسي وايه وزيرو ديسيمال بليسز. هنيجي هنا نقف هنا نقف هنا ونختار من فوق من هنا البروبرتي شيت، شايفين البوتن ده، هندوس على البروبرتي شيت. الفيلد يبقى كرنسي، نشوف فين كلمه كرنسي، طبعا ديسيمال بليسز هو عايزها تبقى زيرو، زيرو ديسيمال بليسز خلاص، مش عايزها اوتو، يبقى الديسيمال بليسز هنخليها زيرو خلاص، والفورمات عايزها تبقى كرنسي. بعد كده هنقوم عاملين سيف، وهنخش بعد كده على الريبورت فيو او ماشي، هتلاقي ايه حققت اللي هو طلبه كله، مفيش حاجه مختفيه مفيش حاجه مستخبيه، في اخر الريبورت طالع السم بتاعهم كلهم جمعهم خلاص، وايه واسمك طالع في الايه في البيج فوتر. طيب ده كده الريبورت، يبقى فاضل لنا الليبلز نتكلم عنها. احنا كده عملنا الريبورت، نخش على الليبلز. هو طبعا في الاول خالص كان برضو طالب ان احنا نغير نعمل رينيم، طبعا دي شويه اسئله شويه حاجات كده بتبقى سهله قوي. قال لك غير لي الاسم بتاع الهيدر وخليه كايتس وي نيد تو ريستوك، كايتس وي نيد تو ريستوك ماشي، بدل كايتس اوردر ريبورت عايزها كايتس وي نيد تو ريستوك. هنخش هنا عادي جدا في الديزاين فيو، وتقوم جاي له هنا تقول له kites ماشي we need to restock restock ظبطت. label تمام، ادي كده الريبورت، خلصنا من سؤال الريبورت. طبعا في الامتحان ممكن يطلب منك ريبورتين ثلاثه ماشي في السؤال، يعني على حسب ماشي. طبعا كل ريبورت قبل منه اعرف ان في كويريايه كده مستخبيه خلاص، التركايه بتاعت الاكسس ان قبل اي ريبورت بتعمله في كويري بتعملها. طيب قلنا النيم والسنتر نمبر خلاص، عملنا كل ده. بعد كده بقى ايه حته الليبل خلاص، عايز يعمل يكرييت ليبل ديبند اون الايه الريبورت بتاعنا، عايزها تبقى ايه على الميك والموديل والسايز والبرايس والوين كونديشن ماشي. الليبل تعالوا بقى نخش نعمل لها كرييت. طيب نقفل كرييت بريفيو خلاص، نرجع على الكرييت ماشي. هنروح على الليبل
خلاص. next next على الميك والموديل. ماشي بصوا شباب هو التسجيل ممكن يستوب يستوب في خلال دقيقة، لو قفل خشوا لي تاني هنخلص الليبل ونبقى خلصنا النهاردة كده الجزئية بتاعتنا.